السلام عليكم أعزائنا الطلبة. اليوم موضوعنا الشرح اللي هو الverb to be الأوكسلري. فعندنا الverb to be والverb to do and etc. So today we will explain verb to be to use as a principal and a helping verb. يستخدم كفاعل رئيسي ومساعد. Principal and main or main verb or helping verb. First we have the subject. كما تعرف من المون انه السبجكت الفاعل يكون عندنا مفرد مثل I, he, she, it, we, they, you, اللي هو جمع فاعل جمع. اما في حالة المضارع هذا الفاعل نجي الverb to be في حالة المضارع اللي هو يكون الام والاز والار في المضارع الverb to be في الماضي يكون was were والتصريف الثالث بين التصريف الثالث. هذا ما يخص الverb to be. قلنا بالمضارع يكون am is you are بالماضي يكون بالباس was you were. اما كاكزامبل نجي كمثال verb to be نستخدم الverb to be صيغة المضارع للتعبير عن عادات او حقائق ثابتة اللي هو يكون في زمن المضارع البسيط. I'm a pupil, they are boys. مثال يقول I'm a pupil, they are boys. هاي نستخدم في وهو نستخدم للتعبير في زمن الماضي. اوكي سبع حقائق ثابتة في المضارع. اما في الماضي نستخدم ال was were. I was in Baghdad or they were in Baghdad yesterday. فنستخدم في حالة الماضي. نجي للجمل المنفية كيفية النفي بالزمن في ال verb to be. We make negative statement with the verb to be by using the word not after the verb to be. يعني يكون النوت بعد الفعل المساعد دايركت. كمثال يكون جمل منفية فعل يكون بوضع الكلمة not بعد الفعل المساعد اللي هو الverb to be. عندنا جمل مثبتة اللي هي affirmative. I am at home. You are at home. I am not at home. You are not tall. فهذا المثال نفي. هذا ما يخص بالaffirmative. Making question كيفية صنع سؤال اللي هو دائما يكون يجيكم السؤال make a question from verb to be اللي يكون short جواب short answer yes or no question. فيكون بداية الجملة الverb to be في بداية الجملة بعدها الفاعل اللي هو subject بعدها comment. فمثال أو الجملة المثبتة affirmative مثلا you are a teacher or I am a teacher. كيفية make the question يصير قبل هالفاعل اوكي ار يو التيشر تصير فنقلب الفعل المساعد بعد نقلب الفعل المساعد قبل الفاعل بعدها التكمله. تشوفون هاي الامثله قدامنا يو ار يو التيشر وير ذا بويز ات سكول هذا كسؤال انا كمان الجواب مالته بيس اور نو كويستشن. اوكي أما في حالة الماضي هان نديش في حالة المضارع. أما في حالة المضارع use the principle of فعل verb to be بعدنا ال I will you will we will they بعدها ال do في المضارع وهي وشيت في المضارع يأخذن does في الماضي يأخذن did. الصرف الثالث ما نشغل به اللي هو done. اوكي نستخدم صيغة المضارع المضارع البسيط تستخدم للتعبير عن عادات حقائق ثابتة أو حقائق علمية. نستخدم صيغة الماضي للتعبير عن حدث عن شيء حصل في الماضي وانتهى. هذا ما يخص بالverb to be الأفعال المساعدة. نعيد الأفعال المساعدة الverb to be والverb to do. الverb to be اللي هي في زمن المضارع البسيط نستخدم الام والاز والار. أما في الماضي البسيط نستخدم الديد أو الوز والوير. في حالة السؤال نقدم الفعل المساعد الverb to be الأمر الزق قبل الفاعل. أما في الماضي نفس الشيء. أما في حالة النفي فنستخدم نوت بعد الفعل المساعد. هاي خلوا ببالكم ملاحظة. نجي استخدام الهاف verb to be have عندنا use as a principal and helping verb or main verb or helping verb. يستخدم كفعل رئيسي ومساعد. هنا عندنا بالبداية subject في بداية الجملة subject اللي هو الفاعل وقلنا الفاعل يجي مفرد وجمع